حلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب بعد انقضاء شهر رمضان، حلقة تحت عنوان وماذا بعد؟ ما أشبه الليلة بالبارحة، هذه الأيام تمر سريعة وكأنها لحظات، وكعادته رمضان يأتي سريعا ويمضي سريعا، فمن كان مسيئا فليتب إلى الله تبارك وتعالى. بعد انقضاء رمضان وبعد انقضاء عيد الفطر يبقى السؤال وماذا بعد؟ أن أرحب بداية بأخي وحبيبي الغالي دكتور إبراهيم عاشور من دعاة الأزهر الشريف من دعاة الشباب، أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجير الجميل في تلاوة القرآن الكريم الشيخ عبد الله أحمد عبد الله. أهلا الشيخ عبد الله، أهلا بحضرتك، أهلا بياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل ينتهي بانتهاء شهر رمضان؟ نعم، بداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد. بالطبع الإنسان المسلم في عمل مستمر ولا يتوقف عن العمل إلا بمفارقة الروح للجسد، فإذا كان رمضان أمرنا الله سبحانه وتعالى في رمضان بالصيام وانقضى صيام شهر رمضان فما زال الصيام أمامنا. يقول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فعاوزين نذكر المشاهدين بهذه الكلمات وإحنا قد ودعنا شهر رمضان منذ أسبوع مضى. بكت العيون على وداعك حرقة كيف القلوب إذا رحلت ستفعل، ها قد رحلت أيا حبيب وعمرنا يمضي ومن يدري أأنت ستقبل. الكل يتساءل دكتور إبراهيم، وسؤال يتراد في أذهاننا جميعا بعد انقضاء شهر رمضان، الكل يسأل هل قبلت أعمالنا أم لا؟ هل هناك علامات لقبول الطاعة في رمضان؟ سبحان الله، من أول علامات القبول قبول الله سبحانه وتعالى للطاعات التي قدمناها في رمضان هي الاستمرارية على الاستقامة بعد رمضان. سبحان الله. ازيكم يا اخويا دكتور إبراهيم، ربنا يبارك فيك، شرفتنا ونورتنا، دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا املك في نهاية هذا اللقاء الا اتقدم بخالص الشكر لاخويا الحبيبين. اشكر اخي وحبيبي الغالي دكتور إبراهيم عاشور، شرفتنا دكتور إبراهيم، ربنا يبارك فيكم ويرضى عنكم وينفع بكم لا فض فوق، نفع الله بكم بالبلاد والعباد. والشكر موصول لاخي وحبيبي الغالي الذي امتعنا بصوته العذب الجميل الشيخ عبد الله احمد عبد الله، شرفتنا الشيخ عبد الله، ان شاء الله يتكرر اللقاء عما قريب بمشيئة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا صلاتنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.